بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا اجعلنا خير الرافعين لرايات الإسلام ولواء الانتصار، آمين يا غفار. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى الذي عم نواله كل الكائنات. ورد عن أحمد بن حنبل والترمذي رضي الله عنهما هذا الحديث، حيث يقول فيه نبينا عليه الصلاة والسلام إخبار لنا بالمفردين. سبق المفردون، قيل وما المفردون يا رسول الله؟ هؤلاء الجوامع، ما عند لي عطاه ربي جوامع الكلم، ما يقلل معاك لكن يفيدك أعلى إفادة، لأنه يعني رسول كريم عليه الصلاة والتسليم. قال المستهترون بذكر الله، ورباكم مش استهتار بالدين، المولعون بذكر الله. المسلم حقيقي لا ينسى أنه من الذاكرين، وإلا فلا تكون ولع عند قلوه، يعني باسيوني، شو باسيوني بذكر الله. أنا دائما تذكر يا ربي، تذكره باسمي أعظم أو بكل أسماء الحسنى، وبكل، وتقول يا ربي زد علمني ما لم أعلم حتى أقترب من هذه الأسماء التي لا تليق إلا بك سبحانك وتعالى. قال المولعون بذكر الله، ورب يقول في القرآن العظيم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أو سبق طوبى لهم وحسن مآب في النهاية، في نهاية المطاف. إذا كان ببالكم احنا الخاسرين، بالله العظيم 100% احنا الرابحين إن صدقنا مع الله ومع رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع القرآن العظيم، مع الأنبياء أجمعين. نسأل الله أن نكون من أهل التأمين على الفعل الكريم وعلى القول الحسن، لا كما قال بورقيبة: الصدق في القول والإخلاص في العمل. لا رينا صدق القول، قال اكتوس بخير وهي قال الشر يزيد. بعد حتى وفاته، وفاة خليفته اللي انقلب عليه، تونس قال الزيد العياذ بالله تغوص في المشاكل. ورينا والحمد لله، وهذا من فضل الله، وهذا تصديق رسول الله اللي قال: الخير فيها وفي أمتي حتى قيام الساعة. الخير موجود في الأحزاب الدينية، ولو لم يحسنوا كل ما وعدوا به، لأن ربما من يعرقلهم من أغبياء، من أوباش، من كل الأحزاب إلا من رحم ربنا. على كل حال، الخير فيها وفي أمتي حتى قيام الساعة. هل موجودين تو المسلمين والمسلمات صغارهم وكبارهم وشيوخهم وشيوخهم أي العلماء الأفاضل، الله يجزيهم عنا كل خير. هذوكم موجودين تحبون تكرهوا، والله لو كانوا مش موجودين راهو ربي قبلها سبلا على عليها، كما صدوم وقوم تونس اللي فيها الموبقات كلها، خاصة المنافقية، ما خلاو حتى شيء من التمثيل على الدين. مش يخدعونا، لا نخدع، الله لن يقدر أحد أن يخدعه، وبالتالي فنحن أولياء المولى سبحانه وتعالى، فلا يمكن خداعنا. أعطانا ربي ما يكفينا حتى نعرف من هو المنافق ومن هو الملحد، وإن لم ينطق بإلحاده حل سلوكه وصحته تكفينا باش نعرف الكلب منجوس إبليس أغواه، حتى قالوا ليس هناك إله. واصلوا في الطريق وسترون هل كنتم، حين ينقش الغبار، هل كنتم على جواد أو كنتم على حمار، هو خير لكم بكثير بكثير. والسلام على أهل التوحيد، آمين يا ربنا يا عظيم.